غانا تنضم إلى قائمة الدول التي طلبت مساعدة صندوق النقد الدولي من أجل مساعدتها على تجاوز تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، أزمة على إثرها واجهت البلاد عجزاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ خلال الربع الأول من العام الجاري 934.5 مليون دولار مقارنة مع 429.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفقاً لمعطيات قدمها محافظ البنك المركزي الغاني إرنست أديسون. حول طبيعة الأزمة الاقتصادية في غانا يتحدث الخبير الاقتصادي الدكتور طارق عبد السلام عمر. الأزمة في غانا هي أزمة اقتصادية فاقمة من وضعها ووطأتها ارتفاع أسعار النفط إضافة إلى آثار الإغلاق من كوفيد، الآن أضيف إلى هذا تفاقم التضخم وارتفاع الأسعار. هذه الضغوط كلها أدت بالحكومة الغانية إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، قروض صندوق النقد الدولي، سريعا ما يذهب أمام هذه الضغوط الاقتصادية الحقيقية التي تشكل مشكلة حقيقية لاقتصادات الدول النامية. تطمح غانا من خلال الحصول على 1.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي إلى تحقيق استقرار لديونها التي بلغت 78% من إجمالي الناتج المحلي نهاية مارس الماضي مقابل 62.5% قبل 5 سنوات. استعادة البلاد استقرار اقتصادها الكلي وضمان استدامة الديون والترويج للنمو الشامل المستدام فضلا عن التصدي لتداعيات الحرب في أوكرانيا وجائحة كورونا، تحقيق كل ذلك يستدعي القيام بجملة من الإجراءات كما يوضح أستاذ الاقتصاد الدكتور يعقوب شعيب. إذا أراد الغنيون الاهتمام بهذا المجال يجب أن يقللوا من الإنفاق الزراعي من الإنفاق الحكومي بصورة كبيرة ويهتموا بمجال الزراعة وخاصة الاكتفاء الذاتي وعدم الاعتماد على الاستيراد في بعض الحاجات الأساسية، إضافة إلى الاهتمام بالصناعات حسب الاحتياج وحسب السوق لا حسب الخطط الموجودة، فإذا ما كانت الخطط تطبق بصورة غير جيدة فأحيانا أيضا تكون هناك مشكلة، وأيضا زيادة استغلال الثروة الطبيعية التي تتمتع بها غانا والاهتمام بالقطاع الخاص. رغم التحديات التي يواجهها في الوقت الحالي، يعتبر الاقتصاد الغاني من أكثر اقتصادات القارة عموما ومنطقة الغرب الإفريقي بشكل خاص نموا، ويمتاز بتنوع موارده. حول مقومات الاقتصاد الغاني يتحدث الدكتور بدر خلف الله الباحث في الاقتصاد الإفريقي. الاقتصاد الغاني يتمتع بقاعدة موارد متنوعة بما في ذلك تصنيع وتصدير السلع، التكنولوجيا الرقمية وبناء السيارات وتصدير السفن. هذه الإمكانيات جعلت غانا واحدة من أعلى الناتج المحلي الإجمالي للفرد في غرب أفريقيا. غانا ثاني أكبر منتج للذهب في أفريقيا، تعد ثاني أكبر منتج للكاكاو بعد كوت ديفوار، كما إنها أيضا غنية بالماس وخام المنغنيز والبوكيست والزيت. في العام 2013 استخدمت الزراعة 53% من إجمالي القوى العاملة. هذه المقومات وغيرها تسعى غانا من خلالها إلى تدارك الوضع بعدما تباطأ مستوى النمو لديها إلى 3.3% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، وبلغ التضخم مستوى قياسيا عند 27.6%.